المتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. بحثي سلام مترحك سلام بيعي موصوفي في الذمية يعني مثلا أو بيعي تاسم بس ما نكر بيعي مرئيبو مرئي أو أتاك مشتري جنسك أبيني دواي أو كبيني أمر معامليك أو برحل قيمة بوداعني ظلام ليرة لسلمة كالا حزوري نية لوقتي معاملها ككالاك حزوري نية بأوصاف مع الرفيقك مثلا أضيع أو نتشيلو أنا زكي معلومة من أو نتشيلو يا أو نتون مثلا جنم لنوع براو يا ديم يا مثلا طبعاً نوعي جن مكياجي أما جن مسموجة جن مسبية جن مشوشية جن معميدة جن منويدة إيه هالشي كموردي مع عملية ترفيه بي أوا باك بي أوا مثلا فلانشتي نبي فلانشتي ببي أبو جورة مثلا أو ناو نشانة كامي بو هل أتا أو اختك معاملة براو في المجلس أو كريارك يعني مشتريك في المجلس أبي فولك تسليمك فولك بدأ طالما ديارك كالاك اللي هو ورناجي كالاك قرز أبي بدأ أخرين بعض معاملاتك ستوشي لبازار لباس السياني مثلا صرف نظر لمساعد الربع الأمان لباس السياني بقرز السياني كالاك ورقري قرزك ما من حالبه كالا ورقري من دعاي فولك يبي أما لسلمة فولك أدي كالاك دواي ورقري أو يواب السلام سدومان أو جاء سلام كدريش عليه دليل خيب وفتحة سلام خواهي تعالى فرميتي يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه أي إيمان داران أي كسانيك خاوان إيمانا إذا تداينتم بدين أجر إيوة تداين تانكر يعني دين بدين تانكر حالبين بدينك إلى أجل مسمى تماويك دياريك ودياري معلومة شما وقي دياريك فاكتبوه يعني بينوس لبين إخوتنا بدو أي لتنتقنا كيشتان بودروز نبي ابن عباس رضا ورحمة إخوان لبي فرميتي أراد به السلام ما بس إخوائي فرودقار بدينك ليوا ما بس سلام إن أبو شتريج به وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وقتك يغمرت لذي قالت البيت شيء في هنايا مدينة وهم وقتك يغمر هذا وهم مدينة يكان يسلفون بالتمر السنتين والثلاث هذا السلام بتمر يعني سلف وسلم وقو سلام يران سلف الشفية يران حالبين سلف كان برهوية شون سلف يعني فيش كوتو دي لفيش اوان نية فولك عدد او فولك الرأس المعركة تسليم كري امانا بس كواتل لو انا ايش دورني اصلاحي مدينية كان سلف يعني في اوتبه بوية في اغنبر دوري خالت بزمان اخوان فيتي وهم يسلفون بالتمري مثلا دو صال سي صال ايان كر فقال امجا فرمي في اغنبر فس لي فرمو ما يكان بلكو فرمي من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم فرمي اگر كسيك مثلا اسلافك واتا سلمي انجام دا سيارون سلفي انجام دا بالك كيل وزن اجل معلوم انجام دا جعل ويصح السلم حالا ومؤجلا شاكا بحالي وبمؤجلي درسته فيما تكامل فيه خمس شرائط شاكا أو حالا نتشديد إلى سبب غير أول ما رأيه وليأما حالا حالا يعني بحال بكي مجوري كوا يعني أجل لسيغكا بكار مهني وبمؤجليش درست يعني أجل بكار مهني أمام في سيرة شن معمولا للسلامة أجل لك عرايا يعني معمولا أو شيئا كأسان ريه بغي
اما لشونك هيا ك مثلا اگر جنسك مرئي نوي بيان ما بس يكرين وفروشتن بي لصيغيه الاستفادة لا او صعب استفادة بكان او نشاني بو هلا بلان مثلا بزنية موردي محاملة بي باشا ناو نشان كاني هلا او ان خوان بعيع ومشتري هل كان بزن اناسن حتى جاري واهي مثلا بقامك شاكو خلافك اوابي اوابي هو درجة كتير مثلا اوابي كزحيفة إتي بوجور الإخوان تي يجد كما بس ينشيه بأوصاف السلام فيها فروشة مثلا نا سلام فولاكي فيها تسدي مكا إتي اللي دوائي الناري أجبنا هاري بجيتا در روجي تل تابز روجي تل وأمانة حالوين فس بحالة مش درستا أما بمؤجلي أكري زيادة السلام بمؤجلي أما لهموشتك ناكري بلكو لشتك كتكامل فيه خمس شرائط كأوشتا بين شرطي تيا تكميل بو بي تيا كامل بو بي يك أن يكون مضبوطا بالصفة أشي مضبوط بالصفة بي يعني مثلا آيسي ما كيجين قرمي برا ومحلوم بيتر مضبوط بي يعني داري شوار شي ويكي مشخص بي أما جاري واحد مثلا إما الأخوة معنا نيجين يعني بيجين قرمك قلاو بي قلاوي تاتش حدي معلوم نية مثلا كموزور يكي لدوائيه لو عنيك يشان لي في البيش منه تمجلني قلو ايش كابلاي حوالك ايش لو قلو تد مثلا حابدين مضبوط بيه بالصفة صفة يعني صفته يبو بينيك شوارشوي بودروسك وان يكون جنسا لم يختلط به غيره وابي مثلا او اشتكى سلامك ايتياك بيه جنسك بيه غير اخوي لقلت يكرنا مثلا قلم بيه لقل جوت يكرينك لا مثلا لمعاملك ولين خلاصه يجنس موردي معامله به امجر ولم تدخله النار لاحالته واوريش تاثير تيانا كرد به بو احالي يعني بو او بو بو وران كاري يعني مثلا حالك بيورب ولا حالك كتير كاته مثلا بو قال لا نانا شن او تاثير تيانا كرد سلام دروزنيه مثلا والا يكون معينا وأبيش تكد ديارو برشاو نبي كان لو مثلا هنا ما بو بزنكش كابرا بويا لا سوجي سلام استفادة كاشن كا اشتكى برشاو نيا هر كان هانا شار لو سنو بيكو دي لو بدا متقي شاكم لبين خوانا معاملة اكن على بزنكي اوا اوا مثلا بو بين بو قرباني باشا دي اوا معاملة كولية سيني ولي معين نيا اي ناقل معين بيع شاسي غي بيع بكا البلد أي عين حاضرة يشار إليها نبي وكلا شرح كاوتي لأن الأصل في حق السلم كونه دينا شن أصل لا حق السلم عشي سلم دين بها مثلا أمجر ولا من معينين ماشا وهروها بشي كيجي لمعينك نبي يعني أو شتيك إما باسي لك نخوي معين به حاربي ولا من معينين وانا بشك يشبه لمعين وكو بلاي مثلا وفرس كاشتكايسة دياري وبرشاوة امايا ولي اوي كتو معاملية كي لواقعة او انازة او شيء اخوي معيني بلا بشك لمعينة يعني هو شيء بو مثالكي نيه ناتو مثالكي ما قال او كتابي ثلاث مشاكين تو اي مثالي بو يريم ثم لصحة المسلم فيه ثمانية شرائط فاشن بو أمك مسلم فيه صحيح بين هشدان شرطي هيا أما هل بو عقدي سلمك بو مسلم فيه يكا أوشت الثواث سلمك يتي عكري مسجن مكا هشرتي قلك وهي أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها ثمنه شرطية كما ويا وصفي بكا دوايا ما كجنس نوع كيود مثلا وتي قنمو قنمة كيج مثلا قنمي نويدة شاكا ذكر بكا بالصفات التي يختلف بها الثمن بصفاتك ذكر بكا كببوصف بوسيلة أو صفتانا ثمنك تغييرك هذا توافر كقنمي براولة قنمي ديم مثلا قرانتره وأن يذكر قدره شرط دوام ويا أن زكي بيجه بجورك بما ينفي الجهالة عنه
وأن ذكي بيجيك جهالتي لي نفي كاته وجهالتي تاني يعني مثلا اشتكى بمجولي بيني وإن كان مؤجلا ذكر وقت محله وأقر هاتو مؤجلي ولا لأجله أبي ذكري زماني حلول كيبك لكيا أو مؤجلا أبي تحال آخر نية حد بيعي بمؤجلة مثلا اشتكى كريبي وعدي شجمع نتر فولا كي بيتي الآن مؤجلة ظلم أجر وقتي وقتي هاد اتأبت حاد يعني أجل اعتباري نعم يعني أجل بسنة شيء ماشا كاتب محل يعني أو كاتو زماني كوقتي حيولة يعني وقتي بسرشوني أجل كي أبي أوزك كان مثلا لكي أتحيو غيبة أجر مؤجل وما كان يمسيان وأن يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالبي وأبي شتي شوارمي أو أشياء موجود به عند الاستحقاق يعني لو كاتدا كحقوايته كاواكا بترف تسليم كي مثلا باتوجب زمان ومكاني كتويلي أجيد لو وقتا إمكاني تحويل دان ببيت متوجبين غالبا وابد وأن يذكر موضع قبضه وشوارم أويا بنجم أويا كذكر موضع قبضه كيش بقال لكوا وري أقري ديبو ديبو سر خرمان يا من بو بينم بو ما يعني غلة مثلا أو وقتي شو كواتا وقتي تحريض شواني تحريض هذا ذكر كان وأن يكون الثمن معلوما ونرخكاش معلوم بيتشان يكال جعلي أصلي أمشتانا شين الله هو الأصل فيما سبق من شرائتي من شرائطه قوله تعالى في الآية إلى أجل مسمى هل وافر مدير في غمر كافر من الحديثة في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم أجل مسماك وأجل معلومك كالآيتك والحديثك هل ويا ورام كيل معلومك ووزن معلومك لحديثك هاتوا واستنبط مما لم يذكر واستنبط ما لم يذكر مما ذكر واستنبات كرياء ويك ذكرنا كرياء لآيات وحديثك لو أنا وازكر كرياء بار وأن يكون الثمن معلوما ثمنك معلوم وكباس ما قلت وأن يتقابضا قبل التفرق وأبيت تقابض الروبدا تقابض يعني يكترفيها وثمنك قبل التفرق بل لو أي أن يقبض المسلم إليه رأس مال سلم مسلم إليه كا أبي رأس المال سلمك ويقول في مجلس العقد شن لي قوله صلى الله عليه وسلم فقلت من أسلف فليسلف فليسلف با في اشكشكا وهذا معناه وهذا معناه والله اعلم وايش معني او تسليمي راس المعضيه كواتا ديارا او جنس واسلم كيتيا اكري في جن مسلم فيه او كسوا طول كيف ادري وقبقر ذاري امينتك قرار وايا مثلا جنسك تحيوا با في جن مسلم اليه باشا أم كثيرش كجنسك تسليمك أما كفولك أداو قرار جنسك يبدل ذلك يجن مسلم ماشا مسلم يعني تسليم كنندي أو يعني مسلف تسليم كنندي رأس المعركة حالبي كواتا أركاني سلم صيغية أو إياك أم جار مسلمة مسلم إليها كأبيت عاقدين حاربين مسلم فيه لقال رأس المال أو فلك إذا رأس المال قرن كأود وانجا من مخقود عليه باوي أما هو أوجب أن يتقابض قبل التفرق وأن يكون عقد السلمين ناجزا لا يدخله خيار الشرط ناجز بمعنى أوي أن برابر تعليق هيا يعني خيار تيانوي يترك مثلا عقدك الدابز دواي حقي فشمال بنواد نبي حالبي خيار شك تيانكوي بوشي لأن عقد السلمي فيه غرض من وجهين شن عقد السلم خوي نوع غرض تيانا بس أتوا سبق قيمتي زي فروشي لو اختاك تسليمي أكي لو أنايا قيمتك كريك البيازي عين كذبية أقل قيمة كم بي أولا ترفك مقبول هو كانت ويكريوا حالبي
اگر او زرری کردو اگر قیمتی زیادی کرده به اگر قیمتی زیادی او تو زرری کرده چون که تازه تو با قیمتی او خیلی فروشتو تا بله او غررتی های من حيث انه عقد على معدوم شكل اول عقد لسر معدوم البته كل قواعد اصوليه هي بيع معدوم جائز نيه يا عقد لسر معدوم جائز نيه بلان اما جزي استثناءاته متواجبين وفي خيار شرط غرر من وجهه ولا خيار شرط شغل غرر كثير تيابه دي امر الهرد ولا ودو غرر كوبته حيث ان العقد على خطر الامضاء الفسخي لو رانقوك عقدك اكلت ختري وشكر دنيا هو شان إمضاء مناي أوياك ببودي بالتأييدك قبول يعني مثلا حقي أو تبوا حقي فشمان بنوا ولا حقي فشمان بنوا استفادة وذكر به فسخ يعني لو حقي فشمان بنوا استفادة وذكر به فلا يجمع غرر إلى غرر نعم غرر كوكريت ولا غرر كتير ناجزا يعني ماضيا مبرما ونافذا شاكر ما زلت يطرب به مبرم يعني بتقطع به ونافذ به نفوذي قبول كرد به باشا يعني نافذ به وبيخوينيا بس ما عندي موفق ان شاء الله.